رجل لم يعمل خيرا قط، قبل موته قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني واطحنوني، فذروا نصفه في اليم ونصفه في البر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فجمعه الله وبعثه، ثم سأله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك يا رب، فغفر الله له. يا رب قد حلف الأقوام واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم جهلا بعفو عظيم العفو غفار. ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل.